بسم الله الرحمن الرحيم. اكشن باك 7th grade activity book, turn to page 6. We have here the present simple affirmative. This exercise about affirmative, المضارع البسيط simple present. نتذكره على الدفتر وبنرجع بنحله انا وياك وعن الكتاب. We have two choices. في خيارات للإجابة. Yes, be with me. We have simple present. We have a pilot. بالحالة الأولى إلها S وحالة الأولى ما إلها S. مع الهي والشي والإيه إلها S. We have the first question. This one, A. Here. We have a pilot. Need ولا needs. Need or needs, يحتاج الطيار, الابايلوت الطيار. الطيار عبارة عن singular noun, اسم مفرد. حكينا مع الهي والشي والات, حالة أولى إلها اس, حالة أولى إلها اس. قبل ما أكمل الجملة, المفروض a pilot needs, إنه مع الهي والشي والات والأسماء المفردة, we add s for the verb. البايلوت يحتاج courage, شجاعة, and dedication, وإخلاص أو تفاني. هلأ كمان الكلمات هاي اللي بتمر لازم ندرسها أو نحفظها, ما بناخد جرامر لحاله. المفردات المفروض ندرسها منيح وإملائيا. كمان مرة, a pilot need or needs, needs because he or she it needs, they will you will I need. Need يحتاج, needed, أي فعل بمر معنا بدنا ناخذ الماضي والماضي التام منه وندرسهم. نشوف كيف منظرها على الكتاب. Yes. Underline, ضع خط تحتها. The correct form, الصيغة الصحيحة of verbs من الأفعال. Number one, A. A pilot, الطيار. Need or needs. The correct answer is needs. Courage and dedication, اللي شجاعة وإخلاص. هلأ B. Airline pilots اللي هي طيارو الخطوط الجوية. Pilots جمع. الجمع عبارة عن they. الذي حكينا ما باخد الفعل is. They will you will we will I become. اللي هي والشي والات اللي بتاخد becomes. لو انه pilot واحد لحاله كان اخد becomes. Yes. لو a pilot واحد لحاله كان أخذ becomes. أما pilots عبارة عن they, تأخذ إيش؟ become. إذن pilots become بالinfinitive form. طيارو الخطوط الجوية عبارة عن they, أخذوا become معناها يصبح أو أصبح. very tired, متعبون جدا. tired هاي adjective, صفة. from work, من العمل. from work, من العمل. أي فعل بمر معنا بدنا ناخذ تصريفه. become يصبح. what's the past from become. حتى لو تكرر الفعل مليون مرة رح أكتبه مليون مرة عشان تدرسوه معي. we have pilots. pilots عبارة عن they. حكينا they, you, we, I become. نعملها جمع. they, you, we, I والأسماء الجمع كلها بتاخد إيش؟ become. كمان مرة, الهي والشي والات becomes. الذي واليو والوي والاي become. نشوف كيف شكلها هون. airline pilots لأنها جمع بتاخد become. كل ذي عبارة عن ايه؟ كل جمع عبارة عن they become. سي عبارة عن قاعدة ال has to. has to, have to مدل, معناهم مضطر لي أو يجب. يعني it's necessary to do something. necessary معناها ضروري إن نعمل الإشي. necessary, important, مهم. إذا has to و have to يعني الإشي necessary, important to do it, من الضروري إني إيش أعمله. زي ال has to و ال have to. برضو كيف علاقة ال has to بالفاعل مع الهي والشي والات والأسماء المفردة. علاقة ال have to بالفاعل مع الذي واليو والوي والآي والأسماء الجمع.
بس ال has to وال have to must be followed by the infinitive form from the verb. لازم يجي الفعل وراهم بالحالة الأولى المجردة. شفتوا كيف قانونهم؟ Yes. We have pilots. الطيارون. إيش بدها تاخد؟ Has to ولا have to؟ أكيد لأنها جمع بدها تاخد have to. إيش بدها تاخد؟ Have to. حكينا they وال you وال we وال I have to. Have to مضطرين إنهم face. Face معناها وجه. وفيس معناها يواجه كمان هي فيرب وناون لانها اجت بعد التو حطيناها فيس لو ما في تو عادي بقدر اتعامل معها باريحيه فيس دي باست فروم فيس فيست فيس جاست وي اد دي فور ات تو بي باست اند باست بارتيسيبل فقط بنضيف لها الدي عشان تتحول للماضي والماضي التام هم مضطرين انهم يواجهوا اول تايبس يعني all sorts كل أنواع all kinds كل أنواع types يعني kinds يعني sorts بتحفظوا معاني بدي مفردات كتير يزيد رصيدنا kinds و sorts أنواع شوف شو صار معنى كلمة types kinds و sorts أنواع يلا بدي يزيد رصيدنا بالمفردات إنهم يواجهوا كل أنواع of risks risks يعني مخاطر تعرفوا شو يعني risks إلها مرادف حلو عندي اسمه challenges challenges تحديات او مخاطر risks يعني ايش challenges اللي هي تحديات او مخاطر تعلموها حلو الكلمة face risks يواجه مخاطر face challenges يواجه تحديات صح كمان مرة البايلوتس لانها جماعة عبارة عن ذي شو اخدات have to طلعوا كيف ما احلى قاعدتها has to مع الهي والشي والات والاسماء المفرده مع singular nouns ال have to مع الذي واليو والوي والاي الاسماء الجمع plural nouns face يواجه faced faced بضلني بكرر بالافعال مفردات كتير احفظوها types kind sorts عشان نزيد رصيدنا بالمفردات تنحل عنا المشكله yes we have a line طب يلا نشوفها هون على الكتاب pilots has to ولا have to pilots have to لأنها عبارة عن they face all types of risks كل أنواع المخاطر هلأ دي نشوفها كيف على الدفتر اعملوا دفتر زي دفترنا واكتبوا عليه الإكسبلانيشن an airline pilot اللي هو طيار الخطوط الجوية an airline fly ولا flies شوفوا كيف fly معناها يطير معناها يطير فلاي كايت مثلا طائرة ورقية بس هون جاي معناها يقود الطائرة هلا بقدر احكي كيف بقود الطائرة فلاي ابلين البايلوت نقدر نحكي عنه فلاي ابلين فلاي ابلين معناها يقود الطائرة السيارة درايف ا كار الباص درايف ا باص وبقود السيارة درايف للسيارة والباص درايف للطائرة فلاي طب للهورس للخيل رايد للبايك الدراجة الهوائية رايد شفتوا كيف الأفعال للطائرة فلاي وللباص والكار درايف صح للهورس اللي هو للخيل وللبايك رايد يركب رايد رود ريدن إذا الطيار فلاي ولا فلايز يقود الطائرة هون جاي معناها أكيد لأنه بايلوت واحد فلايز مش قلنا بالمضارع البسيط هي وشي وإت تاخد إس طب ليه بستعمله هون بالمضارع البسيط؟ لأنه هو شغلته يعني it's repeated activity روتينه كل الروتين مضارع بسيط روتينه أو شغلته أو الهز جوب تبعته إنه هو flies a plane سوري لو كانت pilots كان حكينا fly أما pilot واحد flies between بين 65 يعني 65 and 75 75 hours a month ساعة بالشهر A pilot flies و pilots fly صح؟ لأنه pilots عبارة عن they fly flew flown نحفظ تصريفها بتعرف شو الاسم منها؟ flight طيران ورحلة طيران كمان مفردات احفظ مفردات We have work worked worked أي فعل بمر معنا فكرة بحط لكم تصريفه work كمان معناها job عمل بتيجي noun و verb اللي هي إيه طب خلينا نشوف دي كيف هون شكلها an airline pilot flies شو اخترنا لها flies
between being 65 and 75 hours a month. The last one is a pilot works. طلع كيف مفردة works اللي هي الشي والات الأسماء المفردة works. الذي واليو والوي والآي work. هنا works البايلوت works يعمل أوت أور ساعات مختلفة. هيها على الدفتر البايلوت work ولا works؟ يعني ممكن تجي رحلات طيران فجائية، هيك فهمنا من الموضوع. A pilot work ولا works works okay odd hours work 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 yes let's move to underline the correct form negative don't do doesn't negative don't do doesn't اللي هي والشي والات doesn't برجع الفعل للإنفينيتيف they you we I don't صح؟ underline ضع خط underline the correct form الصيغة الصحيحة of the verbs الأفعال اليو بدها don't ولا doesn't اليو don't ولا doesn't don't أساسها زمان كان قبل ما تنتفي you need بالنفي شو صارت you don't need experience لا تحتاج إلى خبرة to become a fisherman تصبح صياد كم يصبح على فكرة هلأ أنا رح أحكي التمرين هون على الكتاب بس كل المفردات هاي حطيت لكم عنها على الدفتر so be with me هلأ you إيش بدها don't إيش بدها don't كين أساسها you need بالنفي أو بالنيجيشن شو صايرة you don't need you don't need سميرة كين أساسها جنان likes بالأفيرماتيف كين أساسها likes لما نفيناها سميرة doesn't like اللي هي والشي والات إلو اسما في doesn't كريم's children أطفال كريم a child طفل children أطفال أطفال عبارة عن they don't كان أساسها want بالنفي صير don't want كريم and his family عبارة عن they جمع كان زمان الجملة go بالنفي don't go stunt man رجل واحد كيني بالأساس does كيني بالأساس does بالنفي إيش حكينا عنها sorry I am sorry ماما بالنفي doesn't do لأنه يعني في هنا دو تنتين واحد مساعدة واحد بمعنى work أو act فعل رئيسي okay الآي كان أساسها go بالaffirmative صارت I don't go بعيد على السريع you don't need سميرة doesn't like لا تحب كريم's children لأنهم children عبارة عن they a child مفردة don't want لا يريدوا كريم وhis family جمع عبارة عن they don't usually go لا يذهبون stuntman رجل مخاطر مفرد من الجمع منها من لأنه مفرد doesn't do الآي بدها don't اللي هي والشي والات doesn't they will you will I don't now be with me هاي الكلمات اللي مرت معنا في التمرين experience خبرة underline يضع خط تحت underlined a fisherman صياد fisherman جمعها drive يسوق drive drove driven a child طفل children أطفال family عائلة go يذهب went gone on the holidays في أيام العطلة together مع بعض stuntman رجل مخاطر simple scene مشاهد بسيطة scenes مشاهد بسيطة a film أو movie we have scuba diving الغوص اسطوانات الأكسجين yes سهل simple present affirmative يعني مثبت negative يعني منفي okay and thank you for your listening